أسعد الله أوقاتكم، وأنا أستعد لإعداد إحدى الحلقات عن الحركة الوطنية. أتوقف فجأة لأقرأ خبرا حزينا عن وفاة الفنانة المغربية ثريا جبران التي كنت أعرفها شخصيا. خبر حزين عن فنانة كبيرة وملتزمة بقضايا البسطاء، وهي القادمة من عائلة فقيرة وبسيطة ومتواضعة من درب السلطان ببوشنتوف بالدار البيضاء. أخصص هذه الحلقة حلقة استثنائية عن الفنانة ثريا جبران، وهي تودعنا دون سابق إنذار. في تاريخ الدراما المغربية وتاريخ المسرح والسينما في المغرب تحتل ثريا جبران موقعا متميزا عن فنانة ارتبط اسمها وارتبطت أعمالها بهموم الوسطاء. من تكون ثريا جبران؟ وكيف تكونت لديها هذه القناعات وهذه المواقف للدفاع عن هموم الفقراء والالتصاق بقضاياهم؟ ولماذا سميت بابنة الشعب؟ وما قصة حلق شعرها الشهيرة وقصة انتمائها إلى حزب الاتحاد الوطني الاتحاد الشراكي للقوات الشعبية؟ وكيف تم اختيارها لتكون وزيرة، وعلاقتها بالمستشار الملكي علي الهمة عام 2007 في حكومة عباس الفاسي؟ وما هي أهم أعمالها الفنية في حياة ثريا جبران الممتدة ما بين 1952 والاثنين 24 غشت 2020؟ حياة حافلة تختلط فيها الأبعاد الاجتماعية وانتماؤها الطبقي إلى أسفل الدرج، والبعد الفني والثقافي والسياسي في خلطة عجيبة ومركبة أعطتنا الفنانة الجميلة ثريا جبران، وهي تصيح ملوحة بكلتا يديها بلباس أبيض كقروية بسيطة نازلة عن دابتها راه جابها فراسو، في إعلان نال الكثير من إعجاب المغاربة عن حوادث السير القاتلة. لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا للغوص بعيدا في ثنايا شخصية ثريا جبران أو السعدية قرطيف بأكثر من زاوية وأكثر من منظور. في أجواء ملتهبة والحركة الوطنية تخوض نضالاتها للبحث عن الاستقلال، ازدادت بدرب السلطان السعيدية قريطيف سنة 1952، خطفت الأدوار وأثارت إعجاب الكثيرين، وهي تؤدي سنة 1962 أول أدوارها وهي لم تبلغ 10 من العمر مع فرقة الأخوة العربية مع المخرج عبد العظيم الشناوي في مسرحية ولاد اليوم. استعارت الطفلة الاسم العائلي لزوج أختها جبران ليصبح اسمها الفني ثريا جبران. قضت جزءا مهما من حياتها بدار الأطفال المتواجدة بعين شق بالدار البيضاء، لأن والدتها ببساطة كانت تشتغل بهذه الدار. ثم تكلف زوج شقيقتها محمد جبران الذي أصبح مسؤولا عن مساحة دار الأطفال في رعايتها. في هذه التجربة الحياتية المبكرة تعلمت ثريا جبران الطفلة ثلاثة أشياء. أولا، تعلقت بحب المسرح والفن. ثانيا، أصبحت لها قدرة كبيرة على التواصل مع الآخرين. ثالثا، الحس الإنساني المرهف مع أطفال الدار
الفقراء والبسطاء ومحبتهم ورعايتهم. انطلقت توليا جبران في البحث عن هوية فنية لها تكون لاصقة بالتربة الاجتماعية والسياسية المغربية، وشاركت بفعالية وصدق مع فرقة الشهاب والمعمورة والقناع الصغير ومسرح الطيب الصديق المتنوع قبل أن يرتبط اسمها بفرقة مسرح اليوم. قدمت مع طيب الصديقي سنة 1980 مسرحية ديوان عبد الرحمن المجدوب، كما قدمت أبا نواس سنة 1984، وشاركت في المسرحية الشهيرة ألف حكاية وحكاية في سوق عكاظ سنة 1985 مع مجموعة من الممثلين العرب، كما قدمت سنة كانت سنة 1987 انعطافة نوعية في حياتها بتأسيس فرقة مسرح اليوم وعملها الفني الأول حكايات بلا حدود من إخراج زوجها عبد الواحد عزري، وكذلك مسرحيتها التي تعتبر من أنجح المسرحيات 4 ساعات في شتيلة سنة 2001، وهو نص للكاتب الفرنسي الشهير جان جونيت الراقد بمقبرة العرائش، ومن أنجح أعمالها. يعني كذلك نص لعبد اللطيف اللعبي بعنوان الشمس تحتضر. حادث مؤسف تعرضت له الفنانة في التسعينيات وهي تستعد للمشاركة في برنامج حواري مع القناة الثانية، قام المختطفون بحلق شعرها بطريقة هجينة على اعتبار أن الكثير من الأدوار والمعاني التي كانت تطلقها هي مجرد تعبير سياسي للحزب الذي تنتمي إليه وهو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وهذه ليست مصادفة، فقد كانت الفنانة صديقة للكثير من الصحفيين والكتاب والمفكرين الذين كانوا منخرطين بشكل كبير في هذا الحزب ويكونون أطره. وقد نشرت جريدة الاتحاد الاشتراكي في صفحتها الأولى صورة توليا جبران وهي حالقة الرأس، مما خلف موجة من التضامن معها عن طريق تعنيفها بأسلوب سخيف وهجين. الحكاية من طبيعة الحال لن تنتهي هنا، هناك المزيد من التفاصيل، ابقوا معنا. فجأة تناقلت الكثير من الصحف المغربية صورا لتوليا جبران مع فؤاد علي الهمة في حملته الانتخابية بالرحامنة، مغادرا دفة وزارة الداخلية في إطار وافد جديد على الساحة السياسية المغربية، ليتفاجأ المتتبعون وخاصة الفنانين بورود اسمها في لائحة المستوزرين بحكومة عباس الفاسي، ليطرح السؤال من الذي مد يد العون من أجل استوزارها. كما أصرت الفنانة أن يكون زوجها عبد الواحد عزري مديرا لديوانها. تعرضت توليا جبران لحملة انتقادات واسعة، وهي بنت الشعب كما تسمي نفسها، من أصول اجتماعية فقيرة وجدت في عملها الجديد فرصة للدفاع عن الفنانين المغاربة من الجوانب الاجتماعية. لكن سرعان ما عجل المرض، مرض سرطان، بتقديم استقالتها من منصبها سنة 2009. على المستوى السينمائي تقمست الفنانة توليا جبران مجموعة من الأدوار بحرفية عالية نالت إعجاب الجماهير، فقد شاركت في فيلم النعورة سنة 1984، ثم فيلم الزفت، وفيلم غراميات في نفس السنة، ثم فيلم شفاه الصمت سنة 2001، وفيلم عود الورد سنة 2007 حينما أصبحت وزيرة، كما شاركت في العديد من المسلسلات المغربية.
ومن القفشات التي ما زالت تتردد عن الفنانة توري جبران أن الملك محمد السادس طلب منها أن تقف بجانبه من أجل التقاط صورة جماعية مع مجموعة من الفنانين إثر إهداء الملك لوحة تشكيلية حول مناهضة الإرهاب بعد واقعة الأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2004، حيث خاطب الملك مازحا إياها دابا ما كاين مخزن. لتجيب توري جبران بحدسها وحسها المسرحي والتلقائي الملكة قائلة: عندك يشدونا. الأمر الذي أثار ضحك الملك بقوة مما أثار الحاضرين، وحينما تم سؤالها عما قالته للملك أجابتهم بأنها طلبت جريمة ديال طيارة. في معاناتها مع مرض السرطان ورحلة العلاج الطويلة، انضاف إليها مؤخرا سفر ابنتها إلى الديار الفرنسية والتي كانت لها رابطة قوية معها حسب زوجها عبد الواحد عزري. للإشارة، تزوجت الفنانة مرتين، آخرها مع المخرج عبد الواحد عزري الذي كان يصغرها سنا والقادم من الديار الفرنسية آنذاك. ستنكشف الكثير من الأسرار والكثير من التفاصيل التاريخية عن مسار توري جبران الفني والسياسي والنضالي. كل العزاء لعائلة الفقيدة ولمعجبيها داخل المغرب وخارجه. نأتي على نهاية حلقتنا، كل المنى، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. شكرا لتفاعلكم واقتراحاتكم ودعمكم المستمر للقناة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.